السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل ملحق كتاب المعاصر ماستر ريتيرن للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني إن شاء الله تعالى. صفحة هتبقى 9 إن شاء الله. نحل الأول الأسئلة أكمل. عندي ميلتس يعني يذوب مع المفرد، بلوشن يعني التلوث، يبقى بلوشن التلوث، ريسايكل ريسايكلينج اللي هو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، فاصل فويلز اللي هي الوقود الحفري، كلايمت تشينج اللي هو التغير المناخي. كلايمت تشينج التغير المناخي. السؤال الأول، oil and natural gas are forms of. oil والناتشورال جاز اللي هو الغاز والغاز الطبيعي والبترول هو أشكال من إيه؟ أشكال من الوقود الحفري، تبقى فاصل فويلز ديت ان شاء الله. لما نيجي نحل السؤال دوت اللي الكلمات اللي بنختارها نعمل عليها شرطه كده ان احنا اخترناها خلاص عشان مش هحتاجها تاني، وكل ما اقلل عدد الاختيارات كل ما يبقى اسهل لي ان شاء الله. السؤال الثاني، factories and cars can cause air. المصانع والعربيات ممكن تسبب ايه؟ اكيد تسبب التلوث، يبقى بلوش، لا اسف ديت بلوشن اللي هي التلوث، بلوشن. السؤال الثالث، ايس ان نورث بول، التلج اللي هو موجود في القطب الشمالي، وين تمبريتشر انكريزز، لما درجه الحراره بتعلى يبقى بيذوب، يبقى ميلتس الاولى دي، يبقى ام اي ال تي اس. بعد كده السؤال الرابع، نقاط كان ميك اور انفايرمنت كلينر، ده ممكن يخلي البيئه بتاعتنا اكثر نظافه، اكثر نظافه. اللي عندي كده الاختيارات اللي عندي، ريسايكلينج اعاده الاستخدام، وعندي كلمة كلايمت تشينج اللي هو التغير المناخي، يبقى هي دي بس اللي عندي، ريسايكلينج هي اللي تنفع، يبقى إعادة استخدام ممكن تخلي البيئة بتاعتنا أكثر نظافة. بعد كده أسئلة الاختيارات. السؤال الأول، نقاط تشينج افكتس ذا انفايرمنت بادلي، ذا تشينج اللي هو تغيير، يبقى التغير المناخي بيأثر على البيئة بشكل سيء، يبقى كلايمت الإجابة رقم بي. السؤال الثاني، you should not making friends with bad people، يبقى انت المفروض ان انت ما تكونش صداقات مع الناس اللي مش كويسه. تكوين الصداقات هي، طب نكمل كده نشوف ايه اللي ينفع معاها. هي هنا making اخرها اي ان جي، وعايزين فعل من اخر اي ان جي، هي avoid، وavoid معناها تجنب اصلا كده كده، يبقى هي avoid اللي هي الاجابه رقم سي، يبقى ينبغي عليك ان انت تتجنب. بعد كده السؤال الثالث، energy can be replaced by source to pull energy، هي ممكن تكون بديلة للطاقة المستدامة، يبقى دي كده الطاقة الايه؟ الطاقة المتجددة اللي هي رينيوبول اللي هي الإجابة رقم بي. السؤال الرابع، is the antonym of the word release، عكس كلمة release، عكس كلمة release هي increase يزداد، الإجابة رقم دي.